بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب. هاي عندنا هنا أمثلة محلولة على المتجهات، تقريبا توضح المحاضرتين اللي أعطيتكم إياها. آخر شيء عندنا مثال رقم 1، جد مجموع متجهي الإزاحة أي 2i زائد 2j، طبعا هاي المركبات مالته، والبي المتجه بي 2i ناقص 4j، الواقعان في المستوي اكس واي. الحل: محصلة المتجه الناتج عن جمع الاتجاه تعطى، طبعا هنا ار ار هو تساوي المتجه اي زائد المتجه بي. طبعا دائما اي متجه اريد من اجمعه او اطرحه مع متجه اخر، طريقته كل سهلة، نجمع او نطرح المركبات المتشابهة. إذا عندي مثلا أي زائد بي أو أي ناقص بي، هو المركبة باتجاه الإكس تجمع مع المركبة باتجاه الإكس مع المتجه الآخر، والمركبة باتجاه الواي تجمع أو تطرح مع المركبة باتجاه شنو الجي. وإذا عندنا 3 مركبات، فالمركبة الثالثة باتجاه كي هم تجمع مع المركبة مالتها باتجاه كي. إذن المركبات المتشابهة نجمعهن إذا كان هو جمع، وإذا طرح هنا هاي الإشارة، إذا جمع نجمعهن وإذا طرح نطرحهن. زين، فعندي 2i زائد 2i، فش يصير هنا؟ جمعنا طلعنا المتشابهات الآي، و2 ويا 2 4i زائد هاي الإشارة هنا، أدي 2j ويا ناقص 4j، طلعنا الجي مشترك، ف2 ناقص 4 يطلع ناقص 2، فيصير هنا الإشارة تصير ناقص باعتبار هي المركبة مالتها ناقص 2j. فالمتجه R اللي هو المحصلة هي تكون 4i ناقص 2j. طبعا هنا رسمت لكم المتجه A، رسمته مثل ما تشوفون هنا، انه شلون رسمته هنا سهلة، لأنه باتجاه الآي هو مركبتين وباتجاه الجي مركبتين، العفو رقمين، فيعني وحدتين خلينا نقول. فهنا هاي مقسمة إلى وحدتين، 1 2، والآي والواي همين 1 2. فهنا من نقطة الأصل إلى نقطة التقاطع مال مركبة إكس ويا الواي فيكون نهاية السهم. فهذا المتجه شنو؟ أي الزاوية مالته اللي يصنعها ويا من؟ ويا محور إكس الموجب، ويا محور الإكس الموجب اتجاه بيمن؟ باتجاه عكس عقارب الساعة، هي هاي تكون الزاوية، هاي الزاوية جاي يصنعها. هسه إذا أريد أحسب الزاوية اللي أريد أصنعها، أو أريد أطلع قيمة المتجه هذا، قيمته مو اتجاهه، قيمته، الاتجاه يمثل الثيتا اللي هنا راح أحسبه، قيمة الأي شلون، العفو أو المحصلة خلينا نقول المحصلة، أو هو نفس الأي، إذا أريد أطلع قيمته شلون؟ من خلال قلنا المطلق، المطلق المركبات الأي. هسه هو ايش رايد هنا؟ قال مركبات الار اللي هو المحصله هي باتجاه الاكس 4، طبعا هاي الام هي المتر الوحده، والار باتجاه الواي هي ناقص 2. زين، ليش ما خلينا اي وجي؟ باعتبار هو دي يقول مركبه باتجاه الواي ومركبه باتجاه الاكس. اذا مقدار المتجه ار يعطى به مطلق الار شنو تحت الجذر؟ قلنا هاي ما طول مركبتين احنا، او حتى لو 3 مركبات، تؤخذ تحت الجذر ار تربيع للمحور اكس زائد الار واي تربيع. هنا انا 4 تربيع زائد ناقص 2 تربيع يصير تحت الجذر 20، والناتج 4.5 متر. هذا شنو؟ هذا مقدار المحصلة. هاي المحصلة الار هي عبارة عن شنو؟ رسمت لكم اياها رسم بياني مضبوط بين المتجه اي والمتجه هذا بي. زين، فيكون هذا الطول مالته يكون 4.5. اما اتجاه المتجه، اتجاه قيم المتجه هذا المحصلة الار يعطى، بما انه احنا مثل ما قلت لكم انه معطول مركبتين، فيحسب الاتجاه مالته من مركباته الاثنين. 3 ما نقدر نحسبها من هذا القانون، انتبهوا على هاي الشغلة. فتان ثيتا يساوي ار واي على ار اكس ناقص 2 على 4، يطلع ناقص نصف. ناقص نصف شلون اطلع الزاوية مالته؟ اقول تان انفرس الناقص نصف، هاي بالحاسبة تتعلمون عليها، فيطلع ناقص 26.6 بالعشرة.
طبعا هي هنا بالملزمة قربها، هي 27 كاتبها لكم بالاتجاه السالب. إن يكون هذه الإجابة صحيحة إذا فسرت على أن الاتجاه عكس عقارب الساعة مع المحور X، يعني قصدي على هاي الزاوية عكس عقارب الساعة تطلع. إذا أريد إحنا ويا عقارب الساعة، هاي السهم الأخضر هذا هنا، هي هاي الزاوية هي الحقيقية. ليش؟ لأن قلنا هي تحسب مع المحور الموجب بعكس عقرب الساعة، فننقص هاي أنا حاسب لكم هي لإيجاد الزاوية مع محور أكس الموجب أي عكس عقارب الساعة. نقول ثيتا هي شنو؟ 360 دورة كاملة، 360 ناقص الزاوية طلعت لي اياها هي هنا، ايش قد؟ ناقص 26 و6 بالعشرة يطلع 333 و4 بالعشرة، هي هاي الزاوية مال المتجه الار. وانتم تلاحظون هنا هو هنا ليش هو بالربع الرابع؟ لان مركبة الواي هي سالبة ومركبة الاكس موجبة، فتكون بالربع الرابع. هاي بالنسبة للمثال الاول. المثال الثاني ان اذا كان المتجهات الاي وبي، الاي 2 اي زائد 3 جي والبي ناقص اي زائد 2 جي، هاي من متجهين تو دايمنشن بعدين معطيكم اياها. من بعدين شنو ايش رايد الضرب العددي بينهما؟ الضرب العددي مثل ما قلت لكم هو ممكن يصير والاتجاه كذلك ممكن يكون باتجاهين المتجه او ثلاثة اتجاهات، يعني 2 دايمنشن او 3 دايمنشن ممكن اوجد له ضرب عددي او ضرب اتجاهي، اثنينات اقدر اطبقه عليهم. فهنا المطلب الاول رايد الضرب العددي بينهما، والثاني اوجد الزاوية ثيتا بينهما. شوف انتبه هنا ثيتا بينهما بين المتجهين، ما قايل اوجد الزاوية ثيتا للاي او للبي. اذا اقول للاي للبي استخدم تان ثيتا، واذا قال اوجد الزاوية بينهما استخدم قانون الضرب العددي فقط، هذا القانون فقط اللي يوجد الزاوية بين المتجهين. هاي انتبهوا عليها. فالضرب العددي ونعرف الاي دوت بي، الضرب العددي بين متجهين ملاحظة كلش مهمة انه نضرب المركبات المتشابهة فقط، المركبات المتشابهة فقط. فنقول اي هاي اي 2 ناقص 1 ناقص 2 في العفو زائد 3 جي في 2 جي، طبعا بدون وحدة مركب بس الأرقام. ف 3 في 2 يطلع 6، طبعا الجي دوت الجي جي دوت جي هو 1، أي مركبة متشابهة دوت بيناتهن هو 1 زين. فالآي دوت الآي هو 1 زين، والجي دوت الجي هو 1، وهي تلاحظوها بالملزمة عندكم بشروط الضرب العددي، الشروط مالته او الخواص مال الضرب العددي تلقوها هناك زين. فاثنين في واحد في ناقص واحد ناقص اثنين زائد المركب الاخ مال الجي، ثلاثة في اثنين ستة، نجمع ناقص اثنين زائد ستة تطلع لي اربعة، فهاي قيمة الاي دوت البي. لايجاد الزاوية نطبق العلاقة اي دوت بي مطلق اي مطلق بي كوساين ثيتا، لذا علينا ايجاد كل من قيم المتجه الاي والبي. شلون نوجد القيم؟ بالمطلق، مطلق الاي هو تحت الجذر اي اكس تربيع مركباته زائد الاي واي تربيع، فاثنين تربيع زائد ثلاثة تربيع يصير هنا ونجمعهن يطلع جذر 13. البي كذلك همين مركباته ناقص واحد تربيع زائد اربعة اثنين تربيع هم يطلع تحت الجذر 5 زين. بترتيب العلاقة شلون ارتب العلاقة؟ هذا مطلق اي والمطلق بي القيم مالتهن يصيرن وين؟ بالمقام زين. فعدي كوساين ثيتا تساوي اي دوت البي على مطلق الاي مطلق البي، هنا المطلق مكات بي زين، يقصد ان ذن القيم. فجذر 13 وجذر 5 فيصير كلهن تحت الجذر شنو؟ 13 في 5 65. فهنا والاي دوت البي هو جايبيه من الفرع الاول قيمته 4، فأربعة تحت الجذر 65 زين. الثيتا إذا هاي كوساين هاي يطلع، إذا أريد الزاوية نفسها أطلعها فكوساين انفرس هاي بالحاسبة موجودة، أربعة على جذر 65 تطلع 60.3.
هاي الزاوية اللي أقصد بيها بين المتجه الـ A والمتجه الـ B، وذني هم راسم لكم إياه للتوضيح. المتجه الـ A حسب المركبات هنا بياني مقسم لكم إياه، والـ B والزاوية هاي بين المتجهين. شوف انتبهوا، بين المتجهين أنا حاسب إن مطلعها بهاي بهذا القانون 60 و6. مثال الثالث عندنا هنا، إذا كان المتجهان أي همين هنا عندي في بعدين 2i زائد 3j والبي ناقص 1 ناقص i العفو زائد 2j في المستوي x و y، جد a كروس البي. هاي هنا اذا عندي المتجهين هم 2 دايمنشن، ممكن اوجد لهم الكروس. هناك اوجدت الضرب العددي، هنا الضرب الاتجاهي. ايضا تحقق من العلاقه، هاي عندنا علاقه بخواص الضرب الاتجاهي، اي كروس بي يساوي ناقص بي كروس الاي. هاي شنو معنى العلاقه؟ معناها انه الاي كروس البي لا يساوي بي كروس الاي، يعني بمعنى الضرب الاتجاهي هو ليس خاصيه، لا يخضع للخاصيه التبادليه. يعني من ابدل المتجهات ما تتطابق يطلع غير متجه. الغير متجه شنو يعني؟ يعني بمعنى اشارته سالب، بمعنى اذا الاي كروس البي المتجه اللي هو ناتج المتجه يطلع متجه باتجاه الزد عمودي، يعني عمودي عليهن للعلى، فالبي كروس الاي يطلع متجه نحو الاسفل. زين يطلع عكسه، يعني بس هو نفس القيم مركباته بس بعكس الاتجاه. فالسالب هذا دلاله انه عكس الاتجاه. شلون نوجد هسه الاي كروس البي؟ عندنا احنا عندي هنا مركبتين اي وجي، على مود اطلع الضرب الاتجاهي مال متجهين لازم اسوي ثلاث مركبات لازم اكتبه بصيغه ثلاث مركبات. فاكتب الاي والجي والكي، المركبه المجهوله اعوضها صفر، كلش سهله العمليه. فالاي اكتب القيم مالته، ابدي بالاي مو ابدي بالبي، دير بالكم لان ما طول الان كاتب الاي كروس البي، فالاي بالبدايه يكتب 2 مركبته 2 هذا باتجاه الاي، واتجاه الجي اخلي جواه 3، والكي مالته صفر لانه هو بعدين، اكتب الكي صفر. البي اكتب القيم مالته مين؟ مركباته ناقص 1 باعتبار الاي هو سالب، فهو سالب 1 باثنين، همين مركبته الثالثه هي صفر. هسه انا علمتكم طريقه انه هذا الصيغه نكتبها. اذا انا ساريد المركبه باتجاه الاي، احذف هذا العمود، احذف العمود، ايش يبقى من احذف العمود؟ يبقى بس الارقام ذني للثلاثه الاربعه العفو، اكتبهن 3 ب2، اكتب 3 ب2 و0 و0 اكتبهن. هاي المحدده الاولى باتجاه الاي. اريد الجي، هنا بنتبه عليه بس بشغله الجي اكو فد فرق يصير. مركبه الجي احذف الارقام مالتهن، شو يبقى لي؟ يبقى لي 2 بناقص 1 بصفر صفر، بس ما اكتبهن 2 ناقص 1 صفر صفر، لا ابدل القيم، اخلي الصفر صفر بالبدايه والاثنين وناقص 1 بالنهايه، يعني بس ابدل الاعمده مالتهن، يعني العمود الكي اقدم على عمود الاي فقط بالجي، فقط بالجي، انتبهوا عليها. طبعا هاي العلاقه بيناتهم بين الاي والجي هم زائد تكون، والمركبة الثالثة هم زائد الكي. شلون اطلعه؟ احذف عمود الكي القيم مالته، البقن انزلن كما هن، 2 بناقص 1 العمود ب3 ب2، شوفوا 2 ناقص 1 3 ب2، الاي والكي الارقام ينزلن نفس اماكنهن. زين بس مجرد الجي الاماكن مالتهن شنو؟ ينقلبن. زين عمود يصير بمكان عمود اخر. هسه شلون ابدا الضرب؟ الاي انزل المركبه الاي، ابدي من الاعلى اليسار 3 في 0، 3 في 0 قيمته 0 ناقص، هذا دائما انا منبهكم عليه، دائما سالب، دائما سالب ناقص. هسه 0 في 2 هم 0 زائد، انزل الزائد وانزل الجي هم نفس الشيء. هسه من اعلى اليسار 0 ناقص 1 0 ناقص، انزله مال القانون 2 في 0 هم 0 هم 0 ناقص 0 0 زائد الكي اجيبها
همين من اعلى اليسار، 2 في 2 هاي 2 في 2 بين قوسين اخليهن، افتح قوس مربع واكتب 2 في 2 سالب، همين 3 في ناقص 1، قوس اخلي الثلاثة واخلي قوس الاخ ناقص 1، شي يساوي 2 في 2 4، هاي الناقص عندنا 3 في ناقص 1 ناقص 3، والناقص يصير موجب 3، إذن 4 وموجب 3 يصير 7 كي. إذن ذني المركبتين ماكو اي وجي تطلع لي مس مركبة كي. شنو معنى هاي مركبة كي طلعت عندي؟ هاي معناها انه ذني المركب المتجهين حاصل ضربهن يطلع متجه ثالث باتجاه كي فقط، إلى مركبة واحدة باتجاه كي. وهاي أنا هم راسم لكم إياه رسم توضيحي، المحاور X Y Z ذني، والمنقطات ذني السالب مالتهن، زين. فالمتجه الأحمر هذا هو ال A قيمة موجبة، المتجه B عندك ال X بس سالب سالب واحد، وال Y موجب قيمته، هذا إن أنا على المستوى X و Y. حاصل الضرب مالتن الاتجاه اذا تشوفون المتجه شنو هو؟ الاخضر، زين. وهم طالع 7 وحدات، انا حاسب لكم هنا 7 وحدات مال الاي كروس البي، المتجه هذا باتجاه عمودي، اذا تلاحظون عمودي على المستوى الذي يحوي المتجهين اي وبي، زين. هنا لتحقيق العلاقه الثانيه، هسه المطلب الثاني ما مكمل انا السؤال، كملت نصف السؤال، بقية السؤال شنو هو؟ يريد يتحقق من هاي العلاقة. شلون اتحقق؟ اضرب البي كروس الاي، اسوي العكس هسه، بي كروس الاي، واشوف الناتج المتجه يطلع عكسه بالاشارة لو لا، اذا طلع يعني هاي العلاقة صحيحة. اخلي هسه بي كروس الاي، هم اسوي هاي المحددة مالتي اي وجي وكي، اخلي قيم المتجه البي اللي هو قيمه ناقص 1 2 والكي 0 قلنا، والاي همين 2 3 ومركبته باتجاه الكي هم 0، هم نفس الحاجة. اضرب احذف عمود الاي، القيم مالته احذفن، بس اخلي الاي هنا، البقية الارقام البقن انزلن كما هن، 2 ب 3 2 ب 3 0 0 انزله، زائد جي احذف قيم الجي، زين. هنا بنلاحظ الصفر صفر يتقدم على ناقص 1 2، صفر صفر تقدم على ناقص 1 2، كل من اخذ مكان الاخر يتبادلن بالاماكن، بس بجي هاي اعيدها مره ثانيه لكم، زائد الكي احذف قيم الكي والبقن انزلن، ناقص 1 ب 2 2 ب 3. هسه اجي اسوي الضرب النهائي، هذا في هذا اعلى اليسار ناقص اعلى اليمين، ف 2 في 0 0 ناقص 0 في 3 0 باتجاه الاي، زائد الجي ينزل همين 0 في 2 0 ناقص القانون، ناقص 1 في 0 هم 0 نزل، زائد كي انزله ناقص، هسه شوف ناقص 1 في 3 ناقص 1 في 3 بين اقواس، سالب بالقانون الاصلي هذا مالتنا 2 في 2 2 في 2 طلع، هسه ناقص 1 في 3 يطلع ناقص 3، وهنا 2 في 2 4 والناقص همين، فصير ناقص 3 ناقص 4 تطلع ناقص 7، ناقص 7 كي تلاحظون همين اشارته سالبه، اذا العلاقه صحيحه، لانه الاي كروس بي هو يسالب، يصير سالب بي كروس الاي، وهذا السالب موجود، البي كروس الاي والسالب موجود. هذا المثال الثالث. المثال الرابع، اذا كان المتجهان ال اي 2 اي ناقص 4 جي، بي يساوي ناقص اي زائد 2 جي زائد 3 كي، هنا شوفوا البي ثلاث مركبات، الاي مركبتين، يصير هنا عم يصير ماكو اشكال. طبعا هو مو في مستوي اكس واي، هنا نهايه مو صحيحه، طبعا لان هذا في مستوي اكس واي زد يعتبر، هاي بس هنا خطا، اكس واي زد هو جد اي كروس البي، ايضا تحقق من العلاقه من صحه هاي العلاقه، زين. هذا مثال انا ضفته لكم، يعني ما موجود بالامثله مال هذا الكتاب الملزم العفو، بس ضفت لكم، اريد اشوفكم من اضيف يعني مركبه ثالثه للمتجه بي شلون اتعامل ويا المركبه
الثالثة مال متجه الأي سهلة مثل ما قلنا لكم، ماكو مركبة أعوض مكانه صفر. زين، فالأي كروس البي أول واحد هو المطلب مالته، أي كروس البي أخلي قيم الأي، الأي هي اثنين، هاي اثنين ناقص أربعة ناقص أربعة، الكي ما له كي أخلي صفر. المتجه بي ناقص واحد اثنين ثلاثة، ناقص واحد اثنين ثلاثة أخليه هنا. هسه يساوي المحددة مالتي أطبق القانون، الآي أنزله أحذف قيم الآي اللي يبقى أنزلن كما هن، ناقص أربعة باثنين ناقص أربعة باثنين، صفر بثلاثة صفر بثلاثة مثل ما هن، زائد جي أحذف قيم الجي والباقي القيم اللي بقى شو أسوي؟ أقلب أماكنهن، صفر ثلاثة يتقدم واثنين وناقص واحد يتأخرن بهاي المحددة أم الاثنين، اثنين في اثنين يعني، زائد الكي أحذف قيم الكي الباقي أنزلهن، اثنين ناقص واحد ناقص أربعة اثنين، دا تلاحظون شلون نزلتهن نفس أماكنهن ما قلبتهن. زين، فقط أقلب قيم الجي، من أحذف قيم الجي الباقيات أقلبهن أماكنهن. هسه الآي أنزل الآي وأفتح قوس مربع كبير، من أعلى اليمين أبدي ناقص أربعة في ثلاثة، ناقص أربعة في ثلاثة سالب، شوف السالب خليتكم إياه بالأحمر على أنه هذا مال القانون دائما سالب، لا حد يجي يكتب لي بعدين موجب، هذا خطأ. زين، صفر في اثنين، صفر في اثنين أكتبه هسه، زائد الجي، طبعا كتبت الخطوات كاملة على مود أشوفكم شلون النتائج تطلع. الجي أنزله هم من أعلى اليمين، صفر في ناقص واحد، صفر في ناقص واحد السالب القانون، اثنين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة، زائد كي ينزل هم من قوس مربع، اثنين في اثنين، اثنين في اثنين ناقص ناقص أربعة في ناقص واحد، كل الأقواس صغيرة على مود ما تختلط علينا الإشارة السالب ويا إشارة السالب مال المركبة، فهذا لا ضروري هيك أرتب أني. هسه نجي للمركبة اي، شنية؟ ناقص أربعة في ثلاثة ناقص 12، ناقص القانون وصفر في اثنين صفر، أسد القوس مال المربع. جي أنزل الجي همين، صفر في ناقص واحد صفر السالب أنزله، اثنين في ثلاثة ستة، أسد القوس. زائد كي أنزلها، اثنين في اثنين أربعة سالب مال القانون، ناقص أربعة في ناقص واحد موجب أربعة، أنزل هذه الأربعة موجب، وهاي السالب قلنا مالت القانون. هسه نجي الآي، ناقص 12 ناقص صفر تبقى ناقص 12 آي، الجي صفر ناقص ستة يبقى ناقص ستة جي، الكي شنو هو؟ أربعة ناقص أربعة صفر، ماكو. إذن حاصل الضرب مال الضرب الاتجاهي الأي كروس البي هو متجه، مش راح يكون في متجه بعدين إلى يعني مركبتين تو دايمنشن، ناقص 12 اي ناقص 6 جي. هسه لتحقيق العلاقه شو اسوي؟ اجرب البي كروس الاي واخليهم من قيم البي بالبدايه وبعدين قيم الاي. زين، واسوي نفس العمليه اللي سويتها وين؟ بالاي كروس البي. هسه من تكملون هاي الخطوات تلاحظوها تجون نشوف المتجه بالاخير ايش يطلع لنا، زائد 12 المركبه باتجاه الاي وهنا سالب 12، زائد 6 باتجاه الجي هنا ناقص 6، عكسهن بالضبط. لذلك العلاقه تكون اي كروس البي هي صحيحه تساوي ناقص بي كروس الاي. هسه هاي توضيح، اي كروس البي نزلت لكم المتجه وخليت هذا السالب نزلته ونزلت البي كروس الاي موجب 12 اي زائد 6 جي، تلاحظوهن ذني. شوف من ادخل السالب هنا فيصير هذا سالب وهذا سالب، اذا الطرفين متساويات، هاي تحقيق العلاقه. مثال خمسة عندي هنا، هو مثال اخر مثال هو بالملزمه عندكم. شو يقول؟ مقدار المتجه اي يساوي 6 وحدات ويقع في اتجاه المحور اكس الموجب. شوف هذا اكس الموجب، يقع المتجه اي 6 وحدات طوله 6 وحدات على الاكس، يعني ما بي مركبة اي الجي ما بي، فبس بي مركبة اي فقط
على المحور شنو؟ اكس الموجب. ومقدار المتجه بي يساوي 4 وحدات ويقع في المستوي اكس وواي. يعني هذا اكس وواي طول ايش قد؟ يعني من ده اقول مقدار 4 يعني مطلق ما تطانية بدون اتجاه، ما قايل لي ايش قد مركبته هسه شوف هذا البي ما قال لي ايش قد باتجاه الاكس ايش قد وباتجاه الواي ايش قد. انا اطلعهن وهسه نشوف شلون. يقول صانع عن زاوية مقدارها 30 مع محور اكس، هاي 30 صانع زاوية 30 مع محور اكس الموجب جد اي كروس البي. نقول شوف المتجه الاي شلون اقدر اكتبه؟ ملاحظة اولى، بما انه كاتب لكم الاي هو 6 وحدات باتجاه محور اكس الموجب، اذا هو شنو؟ هو مركبه باتجاه الاكس. ما طوله هو باتجاه الموجب، اذا موجب 6. لو قايل باتجاه يجوز احنا بالامتحان نقول لكم باتجاه سالب الاكس، اذا قيمته شنو؟ سالب 6 يصير اي. زين مركبته باتجاه الجي والكي ايش قد؟ 0 0 عوضا 0 0. زيني لانه قلنا الضرب الاتجاهي لازم 3 مركبات له اي وجي وكي، فاني الجي هو 0 ما بي باتجاه لانه باتجاه الاكس فقط، والكي انا اعوضهم 0. المتجه بي شلون اطلع المركبات مالته مال اكس وواي؟ كل السهله شلون نعرفه احنا؟ اذا هذا المتجه صانع زاويه فكانه المركبه مال الواي تصنع شنو؟ وهنا انا اجيب هاي المركبه باتجاه مال الواي انه تصنع مثلث قائم الزاويه هنا وزاويته هذا. اذا من عندي وهذا الوتر، من عندي هذا هنا زاويه، اذا هذا المركبه باتجاه الاكس يا زاويه شو تكون؟ تكون البي كوساين الزاويه هاي، والمركبه الواي شنو؟ البي هو يعني هذا الوتر قصدي في شنو؟ في ساين الزاويه هاي. زين يعني هاي المركبتين احللها انا هيك احللها. زين فباتجاه الاي هي 4 اللي هو قيمه هذا المتجه قيمته 4 اللي هو قلنا هو الوتر مال المثلث كوساين الزاويه 30 باتجاه الاي زائد 4 همين الوتر شنو هاي الزاويه هنا؟ بما ان هاي هنا زاويه هي هنا، اذا هذا باتجاه الواي هو يكون ساين من 30، ف 4 ساين 30 باتجاه الجي. الكي شنو قيمته؟ مركبته صفر باعتبار هو بالاكس والواي ماكو متجهه مركبه باتجاه الكي. هسه اخذ الكوساين 30 اللي هو جذر 3 على 2 في 4 تختصر تطلع 2 جذر 3 اي. بعدين ساين 30 نصف 1 على 2 في 4 يطلع 2 جي زائد 0 كي. اذا عرفنا المتجه بي طلعنا المركبات مالته 2 جذر 3 اي زائد 2 جي زائد 0 كي. همين نسال اي كروس البي، الاي انزل مركباته هذا مال هذا المتجه هو 6 والجي 0 والكي 0. ليش 0 0؟ لانه هو بالسؤال كاتب المتجه اي يساوي 6 وحدات باتجاه محور اكس، يعني يصنع العفو زاويه 0 ويا ويا محور اكس. اذا هو كله شنو؟ هو مركبه باتجاه اكس كله المتجه، ما لانه كوساين يا ما طول الزاويه يصنع 0، اذا كوساين الصفر هو 1 فهو مركب كله تصير 6 باتجاه الاكس. زين والبي هو 2 تحت الجذر 3 و2 هنا مال الجي وصفر. همين هسه الضرب الاتجاه نعرفه احنا، نحذف الاي اخلي هنا متجه الاي البقن 0 2 0 0 زائد الجي نحذف الجي قيمه، الكي قيمه اخليهن بمكان عموده مكان الاي، ف 0 0 6 هاي 6 ب 2 جذر 3 زائد كي احذف قيم الكي والباقي انزلن مثل ما هن 6 على 2 جذر 3 0 ب 2. هسه الاي ضرب الاتجاه مالته منا ابدي دائما من اعلى اليمين، انتبهوا من اعلى اليمين اليسار العفو اعلى اليسار ابدي من صفر في صفر، مو واحد يبدي لي من هنا اعلى اليمين، لا اعلى اليسار ابدي، فصفر في صفر ناقص صفر في 2. زين لان هاي مهمه، اذا ابدي بالعكس تتغير الاشاره، اذا اكو قيم هنا كانت تغيرت الاشاره وجربوها. الجي هم ين صفر في
2 جذر 3 صفر، و6 في صفر هم صفر، اذن يكون المصفرات، زائد كي. الكي شوف هنا 6 اب دي، شوف هنا لو بادي من الصفر يختلف الاشاره، ف6 في 2 هنا 12 ناقص 0 في 2 جذر 3 قيمته صفر، ف6 في 2 12 كي، يطلع المتجه 12 كي، فاي كروس البي 12 كي. تقدر تتحقق من العلاقه اللي اخذناها سابقا، نسوي بي كروس الاي وشوفها تطلع ناقص 12 صحيح لو لا. هسه هنا اللي هنا كملنا الامثله اللي موجوده بالملزمه مع مثال زياده انا اعطيتكم اياه، والمثال الرابع هذا انا زيدته لكم. السؤال الاول ذني انا اريد واجب لكم 3 اسئله تحلوها وترسلوا لي اياها. اذا كان المتجه الاي هنا 3 مركبات له 3 دايمنشن، والبي مركبتين، بس تنتبهوا هنا أنا يا مركبه معطيكم ناقص 2 اي زائد كي، جي ماكو، شو تعوضون الجي؟ انتم تراجعون المحاضره وتعرفون شو تعوضون من ماكو فشي اني مثلا يعني مركبه ما موجوده شو اعوضها؟ انا ذكرتها بالشرح. جد مايلي اولا زاوية ثيتا بين المتجهين، شوف انتبهوا، ما طول أنا عندي هنا 3 مركبات وهنا مركبتين، زين، فالثيتا بين المتجهين شو استخدم؟ يا قانون، بين المتجهين، ما قايل للمتجه الفلاني، لا، قايل للمتجهين، إذا يا قانون استخدمه، هل ما يعرف يراجع زين المحاضرة من البداية سيعرف يا قانون يستخدم. اثنين، أي كروس البي؟ 3 اي زائد البي، اي زائد بي. السؤال الثاني، اذا كان المتجهان متعامدان، شوف اي 3 مركبات والبي هم 3 مركبات، بس المركبه مال الجي مجهوله اي قيمتها، يعني خالها مجهوله، بس مطيكم شرط المتجهين متعامدان، زين، جد مايلي قيمه المعامل اي، زين، هاي شلون انا احل؟ بما انه انا اريد قيمه قيمة هذا المجهول الاي المركبة اي، وكاتب لكم متجهين متعامدات، زين، يا قانون استخدم الضرب الاتجاهي لو الضرب العددي. طبعا هنا حسب انتباهكم راح تعرفون حل السؤال، الضرب العددي لو الضرب الاتجاهي. شنو ميزة الضرب العددي اذا متعامدات، وشنو ميزة الضرب الاتجاهي اذا متعامدات؟ هذا اخليكم انتم تفكرون به، وإذا عجزتوا عودين سألوني على الجواب مالته. زين، اثنين أي كروس البي؟ 3 مطلق، يعني قيمة من هو مطلق 2 في بي، متجه بي بعد ما توجدون المعامل وتعوضوا توجدوا لي 2 في بي، ولاحظوا هذا الفرعين يتعلق بالقيمة هاي، إذا هاي القيمة طلعت ليها خطأ فالفرعين راح يصير الخطأ، فمطلق 2 في بي. يعني شنو هنا؟ يعني ملاحظة، يعني البي من أطلع القيمة الأي وأعوضها أضربها في 2، المتجه كله أضربه في 2 مركباته كلهن ضربن في 2، والناتج آخذنهن المطلق، المطلق يعني قيمة المتجه أطلعها. السؤال الثالث، إذا كان إكس هو متجه 4i ناقص 2j والواي هو 3i زائد 2j، أولا جد الضرب العددي بينهما، 2 جد مطلق اكس، والزاوية ثيتا للمتجه اكس، الزاوية ثيتا للمتجه اكس مع محور اكس الموجب، اريد ادير بالكم مع اكس الموجب، زين، هذا الاكس المتجه، اريد الزاوية بين المركبات مالته، دا اقول لكم الزاوية للمتجه اكس، ما اريد الزاوية بين المتجهين، ها انتبهوا، الزاوية للمتجه اكس. المطلب الثالث، المطلق مال المتجه واي، هذا مطلق واي يعني مقداره القيمه مال المتجه، والزاويه ثيتا للمتجه واي مع اكس الموجب، همين المحصوره مع اكس الموجب، وشرحت لكم بالمثال الاول شنو المحور الزاويه اللي تصنع مع اكس الموجب، وشون نطلعها اذا صارت الزاويه او الزاويه هاي مع الاكس باتجاه عقارب الساعه. الاكس الموجب الزاويه اللي اريدها انا لازم تكون وهي اكس الموجب عكس عقرب الساعة، مو باتجاه عقرب الساعة. إذا طلعت القيمة صحيحة باتجاه عقرب الساعة فك
مكانه وبها، واذا طلعت بالاتجاه عقرب الساعه لازم تسوي لي اياها عكس عقرب الساعه، ومثل ما وضحته بالمثال الاول. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.